أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبوك. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الثنائيات أو الديودز، يعني تقريبا بكل أصنافها هنتتبعها يعني واحد واحد إن شاء الله في فيديوهات متعددة. التعرف على الأشكال يا جماعة زي ما احنا شايفين كده، الأشكال اللي هي موجودة عندنا دي كده اهي. أول حاجة للثنائي أو الديود، ده ديود ده أو موحد فولت اي سي، بندخل من هنا من الطرف ده الفولت الاي سي، بيطلع لنا اي سي بيطلع لنا من الناحية التانية موجب، فده ثنائي توحيد موحد الفولت، بيستخدم في دوائر الباور لتوحيد الفولت من الاي سي للدي سي. ده نوع اخر من الموحدات، بس ده موحدين يعتبروا موحدين مع بعض اهو زي ما احنا شايفين كده، مرسوم عليهم رسم الديود. طبعا الرسم الديود يا جماعه معروف الرسم بالشكل ده، كده اهو كده، وادي اهو كده اهو، ده كل ده ديود او ثنائي اهو. بندخل الفولت ال 220 فولت هنا او اي فولت اي سي، بيطلع لنا طبعا الموجه كده غير منتظمه بهذا الشكل، دي شكل الموجه الاي سي، شكل الموجه الدي سي بعد خروجها من الموحد بتبقى على شكل خط كده ومستقيمه ما فيهاش تعرجات زي الاي سي. عشان كده في جميع الدوائر يا جماعه الالكترونيه بنلجا للتوحيد، ما بنشغلش الاجهزه على 220، ده احنا بنشغلها على 220 بعد توحيدها وتنعيمها. زي ما قلنا ده يا جماعه اتنين ديود برضو موحد، بندخل من هنا طرفين بتوع الكهرباء مثلا، هو بيطلعهم لنا هنا موحدين على الطرف الوسطاني ده، وطريقه توصيله طبعا الديود ده لو هم متوصلين يا جماعه بالشكل ده كده اهو، يعني مثلا لو جبنا ديود كده اهو كده اهو كده اهو، ودخلنا من هنا الفولت ومدخلنا من هنا الفولت، هيطلع لنا من هنا فولت، هنا هيدخل من هنا متغير، هيطلع لنا من هنا موحد طرف ده موجب. لو عكسنا بقى احنا الديود ده يا جماعه، لو عكسنا الديود ده وعملنا مثلا ايه مثلا الديود كده اهو بالشكل ده كده اهو اهو، والناحيه الثانيه بالشكل ده كده اهو كده اهو اهو كده يا جماعه، ودخلنا هنا ال 220 اي سي او اي فولت اي سي، هيطلع لنا من هنا يا جماعه سالب. فعشان كده بنستخدم الاربعه ديود دول، الدايره دي تطلع لنا موجب، ودي تطلع لنا سالب، ودي ان شاء الله دي يعني هندرسها ان شاء الله في توحيد الموجه الكامله او الانطاق او الايه انطره التوحيد ان شاء الله. انا نسيت يا جماعه نتعرف الاول على الثنائي. يعتبر الثنائي يا جماعه ابسط انواع الديود، ابسط انواع اصناف الموصلات، وتوجد انواع مختلفه من الثنائيات لكل منها خواصها الكهربائيه او الضوئيه، زي مثلا هنقول دلوقتي زي ايه او الاشعاعيه، والثنائيات الاشعاعيه وبالتالي استخداماتها العملية، كل حاجة منها بيستخدم في حاجة. أول حاجة يا جماعة ثنائي كشف وتوحيد، ثنائي قلنا زي ما احنا دوك ده ثنائي الكشف التوحيد زي ده كده، زي دوك ده ده ثنائي توحيد، بس ده يا جماعة بيستخدم في الضغط العالي خارج اللاين وبيروح للشاشة، وده كان بيستخدم في التلفزيونات القديمة نفس الحكاية. ده برضو بتاع توحيد اهو، بندخله الطرفين هنا
مش عارفين اتجاههم سالب او موجب، يعني في متغير بيطلع لنا من وسط موجب موحد او سالب موحد ونعمل دائرة موجة كاملة ده. اما في ثنائي ذو سعة متغيرة ده بنستخدمه يا جماعة في يعني بتتغير السعة بتاعته في 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 التلفزيونات في الحصول على المحطات في ايه في التيونر بتاع التلفزيون اللي هو بنتحكم في سعته. طبعا طريق تغيير فولت عليه بتتغير السعة بتاعته. في ثنائي يا جماعة ثنائي ذو سعة متغيرة، ذو سعة متغيرة اللي هو اللي بنقول عليه ده. وفي ثنائي مشاعل الضوء زي اللي بنقول عليها الليدات المضيئة دي، ده ليد مضيئة هو يا جماعة بيشتغل 3 فولت. لو سلطنا عليه 3 فولت هيطلع نور من هنا وهنشوفه بعينيه، ليه أشكال متعددة مربعة زي دي كده بالشكل ده كده، أو رفيعة زي دي كده، أو مندمجة مع بعض بالشكل دوك وبتطلع أضواء. وفيها طبعا بيركبوا لها كذا نوع منه، يعني كذا نوع. الموحدات كلها يا جماعة اختبارها واحد. نسيناك برضو الصناعة المشاعة دون الحمراء، زي إشاعة يعني بيطلع أشعة بس دون مش يعني تحت الحمراء أو دون الحمراء. وفي كاشف، في ثنائي كاشف أو ديود للأشعة دون يعني فوق الحمراء، مثلا زي إيه الليد ده ليد يا جماعة اللي بيتركب في الأشعة في الريموتات، ده بيطلع أشعة إنفراريد ديود بيطلع احنا ما بنشوفهاش، بينما اللي هي موجوده في الريموت وبيطلع الاشعه ديك عشان نتحكم في تغيير المحطات او نتحكم في الجهاز اللي قدامنا. فيها جماعه ثنائي مثبت للجهد اللي هو الزينر ديود، والزينر ديود ده يا جماعه ده وظيفته اساسا احنا عايزين نثبت لنا فولت معين، نحط الطرف ده يا جماعة على الفولت، مثلا لو 5 فولت هنحط الطرف ده على 5 فولت عشان يفضلوا ثابتين ما يتغيروش. ولو اتغيروا يا جماعة الديود ده هينهار، يعني لو تسلط على الدايرة فولت ينهار جهد الديود ده، ينهار ويدي شورت ويكون متصل بدايرة حماية، يروح فاصل الكهرباء عن الدايرة حماية ليه. فهو كمان بيستخدم أصلا للحماية، يعني بيثبت الجهد عشان ما يتغيرش، لأن أنا عايز في بعض الدوائر محتاج جهد ثابت 10 فولت يعني 10 فولت، 8 فولت يعني 8 فولت، 2 فولت يعني 2 فولت، فأنا عايز جهد ثابت عشان ما يأثرليش على الدايرة ويأثر لي على التشغيل. طبعا الديود ده يا جماعة الديود ده بيجي بالفولت، تقول أنا عايز ديود 5 فولت، 5.1، 5.6، 10.2، كم يا عم؟ كم الامبير وقد ايه؟ يقول لك 1 امبير، 2 امبير، 3 امبير، وكل ما يكبر الامبير يا جماعه بيكبر الديود حجمه بيبقى اكبر. يعني كل عايزين حاجه ديودها اكبر، طبعا اما نيجي نختار الديود نختاره على الفولت ونختاره بالديود، والاحسن كمان ان احنا ناخده بنفس الرقم اللي عليه عشان في عناصر تانية برضو فولت ديود وات بيشتغل في مثلا في دايره في ضغط عالي في دايره في ضغط منخفض، فيجب بس اساسا احنا متعودين كفنيين بنجيبه بالفولت او بالامبير، وده لتثبيت الجهد وطريقه اختباره زي اختبار الموحد زي اختبار الليدات زي يعني جميع الثنائيات دي بتختبر بطريقه واحده. في يا جماعه تاني في ديود كاشف، كاشف يعني ايه؟ كاشف يا جماعة يعني بيفصل لي إشارة عن إشارة. على سبيل المثال الكاشف في دائرة الصوت بتاعت التلفزيونات بعد إخراج مثلا في الراديو بنخرج التردد الإشارة بتيجي على الايه؟ بتستقبلها دائرة الرنين إريال في المدخل، يعني إريال ومكثف وملفات، وبعد كده بتبقى في نطلع ومذبذب وشغلنا كده نبقى نشرحها ان شاء الله.
ويطلع منها التردد المتوسط، وبعد كده تطلع لنا تدخل على ايه الكاشف ده. الكاشف ده فايدته ان هو بيفصل اشارة الصوت بتاعت مثلا للمذيع او بتاعه فيلم عن الموجة الحاملة اللي هي شايلة الاشارة دي من الاذاعة والتلفزيون مثلا او من محطة البث الى الجهاز اللي احنا بعتينه سواء تلفزيون او راديو. طبعا في منه كاشف صوت، كاشف اشارة صوت، وكاشف اشارة صورة او فيديو خالص من غير عليه اي اشارة مركبة مش لازمانة. احنا اشارة مركبة دي عاملة زي ما تقول عربية محطين عليها حاجة وبعد ايه بعد كده احنا مش عايزينها، بناخد الحاجة اللي متحملة على العربية وبنقول له خلاص احنا مش عايزين العربية دي، احنا عايزين الايه لو جايبين عليها فاكهة او اي منتجات او اي حاجة بناخدها ونرجع العربية. كاشف بيعمل كده يا جماعة، بيكشف اشارة الصوت واشارة الفيديو، اي بيعدلها او بيفصلها بسهولة بطريقة كده يعني سلسة. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة اهو، ده زي ما احنا شايفين طبعا تصنع الثنائيات من التصاق جيرمانيوم موجب مع جيرمانيوم سالب او سيليكون موجب مع اخر سيليكون سالب زي ما احنا شايفين كده. وللثنائيات اشكال مختلفة واحجام حسب فولت التشغيل زي ما قلنا والتيار المسموح به عشان ما تتلافش. ده زي ما احنا شايفين ده الرمز اهو، ده رمز الديود البي وده الان، ده اللي هو الجرمانيوم البي والجرمانيوم الان. وطبعا الشكل بتاعه هو يا جماعة زي ما احنا شايفين شكل التركيب بتاعه هو ده كده نصف موجب موحد دوك اللي هو بنرمز له بي جرمانيوم وان جرمانيوم او سيليكون بي وسيليكون بي. طبعا لو هو بالشكل ده كده يا جماعه يبقى البي هنا والايه والان هنا اهو. لو عكسنا بقى الجرمانيوم هنا الجرمانيوم هنا والان هي كده هيدينا سالب، بينما هنا هيدينا ايه موجب، هنا هيدينا ايه موجب، ده نصف سالب وده نصف موجب. فلو دخلنا من هنا كده هيختلف، لو دخلنا جهد لو جبنا البي ان بي مطرح الايه البي ان يعني لو بدلنا البي والان مع بعض هيختلف شكل الديود. يعني هنا بي ان هيبقى الايه بي ان بي، يعني هيختلف الايه الخارج بتاعه سالب ولا موجب. طبعا ثنائيات التوحيد يا جماعه زي ما احنا شايفين كده اهو، او الديود او ريكتفاير ديودز ثنائيات التوحيد ليها احجام واشكال. حجم ده كان بلاستيك يا جماعه وكان بيستخدم لفترات قريبه يعني، وفي منه الزجاجي دوت اللي انا وريته لكم برده، وفي احجام وفي بلاستيك وفي زي ما احنا شايفين كده كبير ومعدني دوت ومحطوط له جسم معدني زي ما احنا شايفين ليه اهو كده يا جماعه زي ده كده. ده كان موجود في التلفزيونات بتاعه زمان، محطوط له هيتسينك اهو ليقوم بعمليه التبريد، وزي هو نفس طريقه قياسه هو بس ده بيستخدم في الضغط العالي اهو زي ده كمان برضه يا جماعه. وفي نوع تاني اهو ده معدني وده غالبا بيتركب كده بيلتصق بجسم بهيتسينك عشان عمليه التبريد، لانه بيشتغل في تيار عالي و بي بي بينتج عنه حراره كبيره. وده برده نفس الحكايه يا جماعه برده اهو بيروح داخل هنا في الهيت سينك ده كده اهو ويطلع او يوحد على حسب استخدامه. طريقه اختبار الديود يا جماعه سهله جدا عن طريق البزر زي ما احنا شايفين كده، ادي هنا علامه الديود اهو محطوطه في كل الافوميترات دلوقتي، وادي الديود اهو يا جماعه اهو، ونحط الطرف الموجب ادي الطرف الموجب اهو هنحطه على الناحية اللي هي ما فيهاش العلامة دي العلامة دي، ونقيس كده يا جماعة ونشوف. بسم الله اهو جماعة طلع لنا 681 اوم. لو عكسنا كده يا جماعة ما يديناش حاجة. بصوا دي طريقة اختبار الديود، لازم يدينا من ناحية واحدة قياس ومن ناحية تانية لو عكسنا
الأطراف ما يديناش أي قياس. طبعا عشان دي طريقة اختباره، لو ادانا قياس يا جماعة من ناحيتين يعني كده اداني نفس كده، اداني 680 وكده التاني 680، او ادالي اي قيمة كده يبقى في تسريب والواحد ده بايظ. قيسته كده يا جماعة مع بعض كده كده اهو، اداني زي كده، اداني صفارة او اداني شورت كده، معناه ان دي بقت سلكة. الديود والجيرمانيوم ده السيليكون او الجيرمانيوم ده اصبح سلكة، فطبعا سلكة دي يبقى ماليش، يبقى دي فايدتها ايه؟ ما هي دي خصائص ده ان ده بيوحد، ما فيش ده بقى سلكة مش هيوحد، مش هيكشف الاشارة. دي طريقة اختبار الديود الموحد. نفس الحكاية يا جماعة الديود الزنر ده، زنر 1.5 5.1 زي ما هشوفه برضو العلامة الموجبة اهي، دي العلامة اللي بيخرج منها الديود، ده العلامة ده الموجب. نيجي نختبره يا جماعة، ده الزنر نفس طريقة اختبار الزنر اهي. بصوا يا جماعة اداني كام؟ 765. لو انا قست كده عكست الاطراف اهو ما ادانيش، فطريقة اختباره هي هي. طبعا لو اداني شورت زي ما بقول كده يبقى ليه الزنر ده بايظ، مش هيثبت جهه، ده بقى سلكة، ده بقى فيه شورت، ده هيضرب الدايرة. طبعا لو اداني من ناحيتين قياس يبقى كده فيه بايظ مديني من ناحيتين، انا عايز اديني من ناحية واحدة والناحية التانية لا. يبقى كده لو اداني من ناحيتين الموحدات كلها، لو اداني من ناحيتين يبقى فيه تسريب، لو اداني جرز او زمارة على الافوميتر يبقى فيه شورت وقافل. نفس الحكاية يا جماعة بالنسبة للايه الليد او الثنائي او الديود المشع اللي هو بتاع الريموت، اللي هو بيعمل انفرا اللي هو بيخرج انفرا ريد او اشعة تحت الحمراء. هنشوف كده يا جماعة نختبره بالطريقة دي. بصوا اداني برضو مقاومة اهو 982، هنعكس كده الاطراف المفروض ما يدينيش اهو، ما ادانيش يا جماعة. يبقى لو اداني يا جماعة يبقى الثنائي ده او الثنائي الليد اللي هو بتاع الاشعة فوق الحمراء دوت بايظ. لو اداني من ناحيتين يبقى بايظ، لو اداني الصفارة دي كده يبقى تالف وبايظ. طبعا الديود ده المشع للضوء، ده اللي بيطلع ضوء يا جماعة، ده اهو زي ما احنا شايفين كده مش مديني حاجة خالص، مقاومته عالية في الاتجاهين. طبعا احسن اختبار ليه ان انا اعرضه ليه لمصدر كهرباء اهو، بطارية كده يا جماعة بصوا اهو كده عكسي لان في سالب وموجب اهو. بصوا يا جماعة تم ننور اهو، وده ننور كده يا جماعة يبقى شغال 100 100. زي ما قلت اغلبية الديودات دي يا جماعة مع بعض يعني نفس طريقة الاختبارها واحد، وان شاء الله نفعس زي ما قلنا بتكون الديودات او الثنائيات من الجيرمانيوم او السيليكون، وجزء سيليكون بي جزء بي وجزء ان جيرمانيوم، او جزء بي وان من السيليكون، لازم يتكون من جزئين من مادتين الجيرمانيوم او السيليكون اللي هم اساسيات في تركيب المكونات الالكترونيه، وخصوصا يا جماعه الترانزستور، الترانزستور الثنائي، وان شاء الله يجي وقتنا ونشرحه. طبعا طريقه اختبار الموحدات على الايه الدايره، زي ما احنا شايفين كده يا جماعه موحدات اهي، ادي السالب اهو وادي الموجب اهو، هنشوف كده ونقيس نشوف كده. بصوا كده، بصوا يا جماعه قاس كام؟ 700 وكذا، هنعكس الاطراف كده اهو، كده طلع ايه؟ طلع كده يا جماعه كده سليم، اداني من اتجاه واحد. نفس الحكايه اللي جنبيه نقيس كده يا جماعه، ادانا اهو الموجب على الموجب والسالب على السالب، او طرف الافومتر الموجب على البي والطرف الثاني السالب على الان بتاع الجيرمانيوم او السيليكون اهو. كده يا جماعه كده قاس. طب لو عكسنا الاطراف هنلاقي كده اهو،
لا انا قست اللي جنبيه اهو كده يا جماعه، مقاسي اهو، مقاسي طبعا. لو قاس شورت يبقى بايظ، لا لازم يقيس من اتجاه واحد. لو قاس مقاومه يا جماعه على الدايره سواء الموحدات دي او في الدايره من الداخل، نخلع طرف منه، لان ممكن يكون بيقيس مقاومه داخليه او مقاومه زي دي كده متوصله على التوازي، او يكون بي 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 احنا بنقيس بيقيس عده مقاومات. بس مبدئيا لو احنا وصلنا الافوميتر بكده وما ادانيش غير مقاومه واحده واداني تانية كده عشان نسرع عمليه الكشف على الحاجه، اهو كده يا جماعه كده كده يبقى كده سليم، واقول واروح شايف غيره. اما لو اداني مقاومه لا، ده ممكن تكون المقاومه دي منه، وساعات ممكن يكون الشورت يا جماعه منه، او في حاجه تانية في ملف موجود على الطرفين بتوعه، فلازم اخلع طرف منه، اخلع طرف منه واقيسه خارج الدايره. اما بسرعه كده لو اداني مقاومه من ناحيه وعكست الاطراف، يعني مقاومه من ناحيه اداني مقاومه والناحيه الثانيه ما ادانيش، يبقى كده السيليكون او الموحد او الكاشف او اي دايود او اي ثنائي سليم. اهو كده يا جماعه، وادي الناحيه الثانيه اهو، اداني كده ما يدينيش صفاره وما يدينيش مقاومه من الناحيتين. ان شاء الله بعد كده هنتكلم او في فيديوهات تانية نتكلم على دوائر التوحيد، دايره الموجه الكامله والموجه الكامله ونص الموجه، ودوائر التوحيد ان شاء الله اللي بيستخدم فيها الموحدات ديك. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.